من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا تقليد في أصول الدين، لا تقليد في العقائد، أمور لا ترضي الطائفي والتكفيري من كل المذاهب، لكنها توافق واقع وسطية الدين والضمير والأخلاق. الحديث طويل عن المحسن بن أمير المؤمنين عليه السلام، فهو بين من ينكر وجوده أصلاً وبين من يقول بولادته ووفاته في حياة جده رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام، فإثبات كونه سقطاً يحتاج للكثير من المؤونة. وأكتفي ببعض الإشارات. البعض ينكر وجود المحسن مع ابن الطقطقي والحلي 8 قرون تنفي المحسن. أليف نقيب العلويين ابن الطقطقي الحسني المحقق المؤرخ النسابة، يتفق مع مبنى الشيخ المفيد في نفي وجود المحسن من الأصل. ففي الأصيلي في أنساب الطالبيين قال: أعقب عليه السلام من 5 أولاد، الحسن والحسين عليهما السلام ومحمد بن الحنفية والعباس وعمر الأطرف. الذكور الذين لم يعقبوا وهم 15 ولدا: عون لأسماء بنت عميس، درج مات ولم يخلف، وعباس الأصغر لأم ولد درج، وعبد الرحمن أمه أمامه درج. فلم يذكر المحسن أصلا ولم يشر إليه ولو بضعف ووهن. باء الشيخ رضي الدين الحلي أخو العلام الحلي يوافق المفيد في نفي أي وجود للمحسن. قال في العدد القوية: كان له عليه السلام 27 ذكرا وأنثى، الحسن والحسين وزينب الكبرى وزينب الصغرى أم كلثوم من فاطمة بنت رسول الله عليه وعليهم الصلاة والسلام. فقد ذكر الإناث والذكور وأمهاتهم ولم يأتي بأي ذكر للمحسن. جيم بشهادة الإربلي وابن الطقطقي والحلي الممثلين للقرنين الهجريين 7 و8، تتواصل القرون 4 و5 و6 و7 و8 في الشهادة على نفي وجود المحسن وعلى ضعف ووهن القول بخلاف ذلك. دال اتفاق هؤلاء العلماء المفيد والطبرسي والإربلي وابن الطقطقي والحلي وإمضاء الآخرين على طول القرون 5، 4 إلى 8 يكشف عن القراءة الموضوعية والفهم الصحيح لما وصلهم من القرون السابقة 1 و2 و3 من تراث روائي بخصوص المحسن، فيثبت انتفاء وجود المحسن 8 قرون هجرية من 1 إلى 8. وللكلام بقية. الصرخي الحسني.